نواصل في سياق تغطيتنا، ونرحب الآن بضيفنا مباشرة من بيروت للمزيد من النقاش والتحليل. نرحب بضيفنا السيد كلوفيس شويفاتي الكاتب الصحفي اللبناني، أهلا بك معنا في المشهد في هذه التغطية المباشرة. طبعا لو نربط هنا ما يحدث بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال قبل ساعات في تصريح له على ما يبدو من مكان قريب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قال إن إسرائيل تنتقل الآن من مرحلة محاربة حزب الله إلى مرحلة الإبادة، إبادة حزب الله الكاملة. هل تعتقد أن إسرائيل الآن عازمة على إنهاء حزب الله بالكامل بكامل الأوجه، هنا الوجه السياسي والوجه العسكري وحتى المالي هنا برأيك؟ طبعا يعني من اليوم الأول إسرائيل أرادت إنهاء حزب الله، وبعد أن دمرت كل بنيته العسكرية والصاروخية واختالت كل قادته، يبدو اليوم تتجه إلى تدمير أي إبادة، كما استعمل التعبير وزير الدفاع الإسرائيلي، إبادة كل أصوله وكل ما يساعده على البقاء حيا. وكما معروف القرد الحسن هو الذي يتولى دفع الرواتب لقاتلي حزب الله، لدعم كل مؤسسات حزب الله، مدارس المهدي، جهاد البناء، وكل المؤسسات التي يعني ينطلق منها حزب الله، والتي يعني اصبحت دوله داخل الدوله اللبنانيه. القرد الحسن هو الذي يؤمنها، وتقول يعني تقديرات بان القرد الحسن يعني مبالغه المالية تقدر بنحو 3 مليار دولار، يعمل بها بين إيران والعراق وسوريا ولبنان، ويتم التداول بهذه المبالغ، علما أن إسرائيل كانت قالت وصرحت سابقا أنها دمرت، يعني عندما دمرت المبنى الأساسي لحزب الله أو المقر الأساسي لحزب الله، واحتلت السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، قالت أنها دمرت يعني بنية مالية لحزب الله أو مبالغ مالية وعائدات، حتى ذهب كان حزب الله قد أخذها من بعض المودعين لقاء تسريفات مالية، دمرت كل هذه البنية من خلال تدمير مقرات حزب الله، ولكنها اليوم لجأت إلى التدمير الممنهج والكامل لمنظومته المالية ولمنظومته الاقتصادية، علما أن القرض الحسن يعني ليس ضمن المصارف اللبنانية وليس ضمن منظومة المصارف اللبنانية، ولا يخضع للتدابير المالية اللبنانية وللقوانين المالية اللبنانية، وبالتالي هو مستقل يقوم بمهامه بشكل مستقل، لا يدفع ضرائب للدولة اللبنانية، وليس ضمن مصرف لبنان، وليس هناك أي علاقة له بمنظومة المالية والاقتصادية للدولة اللبنانية. يعني حتى نوضح عذرا على المقاطعة، يعني هل كان يعتمد حزب الله يعني في هذه المسألة بالتحديد المسألة المالية نوع من التفرقة بين اللبنانيين، هنا يفضل بيئته على باقي الأطراف اللبنانية؟ طبعا سيدي، يعني عندما عانى اللبنانيون من قضية المصارف والأزمة الاقتصادية التي ألمت بهم في لبنان، قدم حزب الله مشروع القرض الحسن على أنه البديل وعلى أنه يؤمن الأمان للمودعين، وأن أموالهم ستكون محفوظة في هذا البنك أو في هذا المصرف الذي اسمه القرض الحسن، وسيكون أفضل بألف مرة من المصارف اللبنانية التي اتهمهم وقيل أنهم، وهو صحيح، أن أموال المودعين باتت يعني مجهولة المصير، ولا يعرف أحد مصير أمواله إذا كان بإمكانه سردادها أم لا. حزب الله قدم القرض الحسن الذي كان يتعاطى سابقا فقط بتمويل المؤسسات المالية لحزب الله، عفوا المؤسسات الاجتماعية والعسكرية حتى والاقتصادية لحزب الله، والمدارس وما إلى هنالك، انتقل إلى العمل كما كالمصارف اللبنانية بأنه أصبح يأخذ أموال من الناس ويعطي صلة في الناس ويأخذ ذهب من الناس، ويعني يتعاطى كما تتعاطى المصارف مع كل الناس، وليس ولم يعد محصورا فقط بتمويل مؤسسات حزب الله. من هنا يعني حاول الحلول على ركام المصارف اللبنانية وعلى الأزمة التي عصفت المصارف اللبنانية، حاول القرض الحسن الحلول مكانها، وأوحى لكل المودعين بأنه هو الضمانة وهو يشكل الأمان لأموالهم، وبأن أموالهم ستكون في مأمن
وسيكون هو الحامي والضامن لهذا الأمر. يعني هذا ما فعله حزب الله. نعم. يعني اليوم بتدمير هذه المنظومة يعني يكون تعرض كل مودع في البنك الحسن للخطر، وأمواله أصبحت يعني في مهب الريح، ولا يستطيع ولا يعرف إذا كان قد يستعيدها يوما ما أم لا. وعلما أن حزب الله يعني يدمر بالكامل كما يحصل، بنيته العسكرية واليوم بنيته الاقتصادية والمالية وهلم جر. يعني بالتالي يمكن أن نقول الآن أن حزب الله قد يفقد تدريجيا هنا بيئته الداعمة وأنصاره في الداخل اللبناني، طلب أن كثير حتى كثيرين يقولون أن حتى حزب الله كان يغري هذه الأطراف بالأموال، بالتالي عندما ينقطع هذا الحبل الآن، هذا الحبل المالي، هل يمكن أن نقول أن لحزب الله بيئة باقية في لبنان فيما بعد؟ سيدي، يعني حزب الله من دون الضخ المالي من إيران، ومن دون القرض الحسن، ومن دون المساعدات التي كانت تأتيه من ممولين في الخارج في أفريقيا وفي باقي الدول، والذين فرضت عليهم عقوبات وتفرض عليهم عقوبات من الخزانة الأمريكية ومن المجتمع الدولي، اليوم حزب الله طبعا في مأزق كبير. هو يعني بحاجة ماسة اليوم إلى الأموال، إلى إعادة العمار، إلى أرضاء الذين يعني هجروا من بيوتهم، إلى دفع رواتب مقاتليه، إلى الطبابة التي يعني بحاجة إليها هناك مشاكل صحية كبيرة يعاني منها حزب الله بالتفجيرات التي حصلت، وهناك معوقين أصبح لديه ومصابين، هؤلاء كلهم بحاجة إلى الأموال. وضرب القرض الحسن اليوم المؤسسة الأساسية والتي تضخ المال لحزب الله و تعطي كل هذه المؤسسات وكل هذه الحاجات، تلبي كل هذه الحاجات، إذا لم تعد موجودة من أين سيأتي بالمال حزب الله؟ وخصوصا إذا اليوم يعني أخفلت كل المعابر وضربت، واليوم سوريا تتعاطى مع حزب الله بشكل مغاير كليا لما كانت تتعاطى معه سابقا، بحيث أنها يبدو أنها تحد من تدفق السلاح إليه، وبالتالي تدفق الأموال أيضا. من أين سيأتي حزب الله بهذه الأموال؟ علما أنه كان أيضا عنده مصادر مالية كبيرة من خلال المعابر غير الشرعية التي تدخل بضائع، ومن خلال مرفأ بيروت ومطار بيروت التي يدخل إليه بضائع منها لا تدخل، لا يعني لا يدفع الرسوم الجمركية عليها، وبالتالي كان يستغلها ويبيع هذه البضائع بأسعار أفضل من الأسعار اللبنانية، ويضارب على كل البضائع التي كانت تأتي بطريقة شرعية لأنها تدفع الرسوم الجمركية. من هنا كل إذا توقفت كل هذه المصادر يا سيدي، من أين سيأتي حزب الله بالمال؟ وكيف سيرضي الناس الذين كانوا يتعاطون معه ويتلقون الرواتب منه ويتلقون المساعدات والإعانات ويعني الطبابة والتعليم وإلى ما هنالك؟ طبعا حزب الله كان دولة داخل الدولة، كان عنده كل هذه المؤسسات، إيقاف التمويل المالي سيؤدي إلى انهياره اجتماعيا واقتصاديا وطبعا عسكريا مع الضربات التي يلقى. ولكن سيد شويفاتي، هنا عندما تسمع التحليلات تقول إن من بين أهداف إسرائيل هو أن تجعل هذه الحرب أو الخطة العسكرية في لبنان مسألة طويلة المد ولا يمكن أن تنتهي في أمد قريب، وحتى عملية الإفراغ هنا لقرى الجنوب على ما يبدو هي خطة عسكرية طويلة الأمد، إسرائيل لا تريد أن يعود أهالي الجنوب إلى بلد وإلى قراهم هنا، بالتالي كيف ترى كل هذا؟ يعني كيف تقرأ هذه التحليلات التي تظهر؟ سيد، طبعا العملية طويلة ولن تكون سهلة ولن تكون يعني بسيطة، لأن 40 عاما حزب الله يبني هذه القدرات الهائلة وهذه المؤسسات وهذا يعني الاقتصاد وهذه يعني كل هذه الأمور التي بناها حزب الله، تفكيكها وضربها ليس بالأمر السهل، ولن يكون نزهة، وليس يعني في وقت قليل أو محدود سيتم تدمير هذه المنظومة. وبالتالي هنا طبعا هذا الأمر سيؤثر على قسم كبير من اللبنانيين، وخصوصا من بيئة حزب الله الذين كانوا يعولون على كل هذه المؤسسات ويعيشون منها ويعتبرونها أنها المصدر الأساسي لهم وهي تؤمن لهم الأمان. ونتذكر أن شعار حزب الله في الانتخابات النيابية الماضية
كان نبني ونحمي، كان يقول لهؤلاء الناس أنني إمكاني أن أبني لكم مجتمعاً يعني صامداً وبحبوحاً، وبإمكاني أن أبني لكم يعني مؤسسات تستطيع أن تحل مكان مؤسسات الدولة، وبإمكاني أن أحميكم من خلال سلاحي من أي اعتداء إسرائيلي، وأنا أمنت لكم الردع وأمنت لكم يعني التوازن الاستراتيجي كما كان يقول. وبالتالي اليوم كله هذا انهار، البناء تدمر، وكما قلت حضرتك أن من سيعيد هؤلاء الناس، من سيعيد أعمار هؤلاء الناس؟ هل إسرائيل ستسمح إذا قامت حزام مدمر كله على حدودها، قد يقولون عمق 5 كيلومتر أو 10 كيلومتر، لا ندري إلى أين ستصل هذه الأمور، من سيعيد هؤلاء الناس؟ كيف سيعيشون؟ مراكز الإيواء غير مؤمنة، الدولة لا تستطيع تأمين مساكن ومنازل لهم، يدخلون إلى مجتمعات يعني لا تنسجم معهم، لأنهم يعني طبعا يعني بيئات مختلفة في لبنان كما نعلم، وبالتالي سنعيش مشاكل كبيرة، وخصوصا ما بعد الحرب إذا لم يتم حل هذه المشكلات الاجتماعية والإنسانية بشكل أساسي من خلال كما تفضلت إعادة الناس إلى منازلهم وإلى أراضيهم وإلى ممتلكاتهم التي قسم كبير منهم كانوا يعتاشون منها، من الزراعات ومن يعني ومن كل ما كانوا يجنونه في جنوب لبنان. نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بيروت، السيد كلوفيس شويفاتي الكاتب الصحفي اللبناني.